مرحبا بكم، وعيد مبارك سعيد للجميع. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبكل ما كنتمناو ان شاء الله. اذا اليوم غنبارطاجي معكم الطاوله ديال عيد الاضحى، كيفاش كندوزو في المهجر. ما كاينش ما احسن من المغرب. هنايا عندي اللحم، اللحم هذا ديال الشوا، دونك قطعته وتبلته في الفلفل الاحمر الحلو. تقدروا تضيفوا حتى الفلفل الاحمر الحار، ملح وفلفل اسود وكمون. هادشي فاش كنتبلو. هنا عندي الكبده والشحمه، هادو مازال ما قاديتهم. وهنايا باش نكسر الروتين خديت حتى الدجاج، اذا ما كنديرش انا كلشي غير اللحم. درت هنايا ستيك حتى هو، شرملتهم في الفلفل الاحمر الفلفل الاسود والملح، وكذلك الفلفل الاحمر حار. وهنا غندير هاد الخضيره مرافقه للباربيكيو. هنايا عندي قرعه، هنا عندي فلفله قطعه هكا ملونه، والشامبينيون، وكنحتاج طبعا هادو وهادو ديال العود. وللان غنبدا نعمر في القطبان، وغادي نعمل هاد الدجاج هو الاول. ندير معاه حتى الخضار. الشكل ديال النهائي غنحتفظ بهم، وغادي نمشي نعمل قطبان ديال اللحم. فبالنسبه للقطبان ديال اللحم فكذلك نفس الطريقه، غادي نعملهم في هاد ديال العود. اللي عنده حتى هذاك الخل ديال الصحراوه كيجي زوين في اللحم، يعمل منه القليل كيجي زوين في اللحم ديال الغنمي. وغنستمر حتى غنكمل الكميه اللي لازمه لي عندي. والان غنمر الشواء ديالهم.